بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، الشرعية هي أغلى ما يملكه اليمنيون الآن للحفاظ على ما تبقى من دولتهم المعترف بها دوليا وعالميا، حيث تتخاطب الدول والعالم بناء على القوانين والقواعد التي أسست لها الأمم المتحدة في العصر الحديث، ومن ضمنها الشرعية التي يتم التعامل والاعتراف بها على مستوى العالم. هذه الشرعية التي حاولت الميليشيات الحوثية الانقلاب عليها وتقود حربا مسلحة ضد الشعب اليمني من أجل إسقاطها، أو على الأقل الآن في الفترة الأخيرة من أجل الوصول إلى تقاسم للسلطة معها، مع الاحتفاظ بجيشها الميليشياوي الذي أنشأته طائفيا خلال الفترة الماضية. وهذا ما ترفضه الشرعية تماما، وترفض التعامل معه، وتأبى إلا أن يتم الدخول في حل سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن ضمنها تسليم الميليشيات الحوثية لسلاحها. بالمقابل، ما حدث في عدن كان أيضا تهديدا للشرعية اليمنية وإسقاطا لمؤسسات الدولة، إلا أن جهود المملكة العربية السعودية التي بذلت آنذاك من أجل الخروج إلى اتفاق الرياض كان مخرجا، الغرض منه حقن دماء اليمنيين، والأمر الآخر الذهاب نحو الدولة ومؤسساتها وشراكة تضمن يعني بقاء الشرعية هي المسيطرة على مؤسسات الدولة، وكذلك تمنع الانزلاق في مزيد من الحروب. لكن من خلال التجارب التي يخوضها اليمنيون مع الاتفاقيات المبرمة سواء من الميليشيات الحوثية أو حتى اليوم مع هذه التي تمردت في عدن، يجد اليمنيون أنهم لا يفون بتعهداتهم ويسعون كثيرا لخلق العراقيل والعوائق أمام أي نجاح لأي اتفاقيات. ستوكهولم مر عليه عام منذ توقيعه، واتفاق الرياض دخل في الشهر الثاني وليس هناك أي بوادر حتى الآن لتطبيق جاد وصريح من قبل الانتقاليين في عدن، إلا أن ما زالت الآمال معقودة بالمملكة العربية السعودية للضغط على هذه المكونات من أجل، أو لهذه الميليشيات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما تنتظره الشرعية الآن. فما الخيارات التي تملكها الشرعية لمواجهة أي من الالتفافات على الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع هذه العناصر والميليشيات والمكونات؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي والمجتمع أيضا الإقليمي وللشرعية نفسها أن تلعب دورا أكبر من أجل الذهاب نحو اتفاقيات ناجحة وإسقاط أي محاولات التفاف على شرعيتها ومشروعيتها؟ موضوع الشرعية وموقفها إزاء التأخر في تنفيذ اتفاقيات الرياض وستوكهولم هو موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سأناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الأعزاء الذين سيكونون معي عبر الهاتف وأيضا عبر الأقمار الصناعية، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور العزي هبة الله شريم وزير المياه معي عبر الهاتف الآن ابتداء. مرحبا دكتور عزي هبة الله شريم. أهلا وسهلا، بخير عليك وعلى زملائكم في هذه البرنامج كافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك، سعيدين أن تكون معنا، وسنناقش سويا هذا الموضوع بأبعاده المختلفة. لكن قبل أن نبدأ وكالمعتاد سنتابع سويا هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس عن موضوعنا. تشابهت قلوبهم فتشابهت انقلاباتهم، جمعتهم الرضاعة من إيران فأصبحوا أشقاء لبعضهم في درب صناعة الشقاء لشعبهم. وإذا كان الحوثي مكشوفا من حيث الشعار والدثار بأنه إيراني الهوى والهوية، فإن عيدروس الانتقالي سبق له التصريح علنا بأن طهران داعمه الرئيس، وهو دعم تغيرت قنواته ولم تتغير أهدافه، وما كان يجري على السطح بات يتم عبر وسطاء. التشابه بين الميليشيا لا يقتصر على تشابه المنطلق والداعمين، ولا على دعم الحوثي بطيران مسير وخبراء إيرانيين ودعم الانتقالي بطيران إماراتي انحرف عن هدف التحالف واستهدف جيش اليمنيين، فأداء الميليشيا على الأرض يتشابه حد التطابق.
واستعراض لقطات لأمهات المختطفين سواء في عدن أو في صنعاء كفيل بكشف التشابه المخيف في وسائل ميليشيا الخوف. أدرك اليمنيون التشابه الذي لا يحتاج لمجهر لتتبع تفاصيله، فكان التفافهم حول تحرك الجيش صوب العاصمة المؤقتة عدن لاستعادتها التفافا أربك كل حسابات الداعمين لميليشيا عيدروس، لتلتقي كتابات اليمنيين حينها محذرة من الوقوع في فخ التفاوض بين دولة وعصابة كما حدث من قبل، غير أن مبرر قبول الشرعية للحوار بدا لدى آخرين وجيها، ففي الواجهة حضرت المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق وضامنة تنفيذه، وهو ما يعني بالضرورة أن كل تمرد على الاتفاق هو حرب على حكومة اليمن والمملكة معا، وتعمد لنسف مكان المملكة ومكانتها في خارطة الفعل السياسي والفاعلية الإقليمية. معطيات حذر مراقبون أن الانتقال وبإعاز من داعميه سيتجاوزها بحماقة، محاولا جعل اتفاق الرياض نسخة من اتفاق ستوكهولم، جاعلا من اللافتات والشعارات في واد، فيما التحركات على الأرض تنحدر في واد سحيق آخر، صاحبة معها وطنا وشعبا نحو المجهول. سيتم تفعيل كل شيء باسم الجنوب، وتأسس في هذه الأرض وفي هذا العاصمة عدن، سيتم تفعيله كله بمجال اختصاصه، حتى طابع البريد ممكن بنرده نبدأ نشتغل عليه من الآن، ما جي مشكلة. لن تأتي دولة الجنوب بيوم وليلة، ستأتي بعمل متراكم زي ما وصلنا إلى هذه المرحلة باتفاق الرياض. تخوفات لم تلبث تحركات الانتقالي أن نقلتها إلى دائرة الواقع المقلق، ولعل في تصريحات عيدروس أمس ما يكشف عن مدى الإصرار الميليشاوي على وصم ضامن الاتفاق بالغباء ووصم الشرعية بالضعف. استعداء ميليشاوي رأى البعض أنه تم تلقينه لعيدروس من قبل داعميه كإحدى خطوات نسف الاتفاق، ورداً على تصريحات قائد التحالف في عدن والذي تحدث عن اليمن الكبير الذي سيعود سعيداً بامتياز، فيما رد آخرون على تصريحات عيدروس بكتابات غاضبة موجهة للشرعية كطرف موقع وللسعودية كضامن، متسائلين عن جدوى التراخي مع ميليشيا كادت أن تتبخر في الهواء حين أعطي الجيش حق الحوار بطريقته قبل أن يسلك الداعمون طريق الغدر وضربات الخطيئة. جديد ترحب بكم مشاهدينا وبضيفي عبر الهاتف وزير المياه الأستاذ الدكتور العزي هبة الله شريم، ضيفي حول هذا الموضوع. جديد ترحب بك دكتور العزي هبة الله. نتحدث عن خيارات الشرعية أو الشرعية بمجمعها وموقفها إذا التأخر في تنفيذ اتفاقيتي الرياض وستوكهولم. ستوكهولم مضى لها عام حتى الآن، والرياض دخلت في الشهر الثاني. خطاب عيدروس رئيس المجلس الانتقالي اليوم الذي تحدث فيه على أنه أصبح قوة معترف بها دوليا وأنه ماضي في تحقيق أهدافه لاستعادة الجنوب، جاء يعني بعده رد من قبل وزير الخارجية اليمني وأشار إلى أن اتفاق الرياض لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يعني تشطير لليمن أو تقسيمه، وإنما لحل مشكلة عدن في إطار الدولة والشرعية. ما تعليقك على مجريات عدن وأحداثها؟ أقول ابتداءً بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث في هاتين الجزئيتين حديث يحتاج إلى كثير من الوقت، سواء في اتفاق ستوكهولم الذي أو ما أسميه أو يطلق عليه بالاتفاق الموعود الاتفاق الذي ولد ميتا، والأسباب يطول شرحها يعني من البداية، أو فيما يتعلق باتفاق الرياض الذي يعني شبهناه باتفاق ستوكهولم في حينه يعني. لكن أقول أن اتفاق ستوكهولم، إذا بدأنا من حيث اتفاق ستوكهولم، نحن شخصنا ذلك في البداية، وحتى زملائنا الوزراء الذين شاركوا كان لهم مآخذ على ذلك، وكيف أولد كيف أخرج، هناك كثير من التفاصيل تدور
لم يكن فيها حتى فريق المشارك بالتفاوض بحينها يعني لم يكن هناك اتفاق أو في أحسن الأحوال تفاهم يعني متوافق عليه بين أعضاء الوزراء، إلا أن قيادتنا السياسية كما نعرفها دائما وما زالت تتعاطى بإيجابية مع ذلك الاتفاق المقدور. هذا النهج الذي يعني تسعى إليه قيادتنا السياسية مثلا في خطة الرئيس هو اتفاق ضمن استراتيجية ثابتة، السعي للسلام الدائم والشامل، كان في ستوكهولم أو كان في اتفاق الرياض. تصريح وزير الخارجية اليوم وزير الخارجية طلعت عليه كان إيجابيا ومفندا وواضحا لكثير من التفاصيل الذي دارت في انتخابات اتفاق الرياض. فيما يتعلق بأي خطابات أو تصريحات تأتي من هنا وهناك، أنا أعتقد أن ما أوجده أو ما يعني خرج عن مخرجات الحوار الوطني بل وما أوجده فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من استحقاقات للقضية الجنوبية في كل هذه التصريحات. أما الذهاب إلى هنا أو هناك كما ورد في مقدمة البرنامج أو حتى في التقرير، فأعتقد في إطار الثبات الدائم وخيارات الشرعية الاستراتيجية أن السعودية ماضية بأفق ونظرة بعيدة من أجل اليمن وعدم التفريط في وحدة اليمن وسلامة أراضيه. هذا في ذهني البسيط في هذه العجالة. لكن أيضا هناك ليس فقط ما يحدث من تراجعات أو متغيرات بنسبة أو أخرى من ذلك الطرف من هذا الطرف أو ذاك سواء في المجتمع الإقليمي أو الدولي، لدينا إشكالية حتى داخل بيت الشرعية. الانتفاضات تحدث أحيانا من الداخل أو المناورات أو السعي يعني لشيء يخدم الذات أكثر مما يخدم الوطن. فالشرعية بحاجة لنا جميعا في الشرعية أن نراجع حساباتنا وأن نقف بوضوح وبمكاشفة حقيقية ممن لديه ملاحظات أن يطلب ملاحظات أو يستمع إليها الجميع، ومن لديه موقف مخالف أو مغاير يجب أن يكون واضح. نعم. حتى تسير الشرعية بقوتها من أجل يعني الهدف الأسمى والأكبر بعيدا عن ملشمة اليمن، بعيدا عن القتل، بعيدا عن التشريع التشريد والتجويع وما يحدث من المآسي والخروقات. على سبيل المثال في الحديدة سجلتها كثير من الدولية حول اتفاق ستوكهولم بالآلاف من بعد الاتفاق إلى اليوم. نعم. نعم. معالي الوزير، فيما يتعلق بمثلا خطاب عيدروس الذي أشرنا إليه في المقدمة ويعني استمراره في الحديث على أن هذا الاتفاق هو تكتيكي ومرحلي وهم ماضون في أجندتهم الخاصة في استعادة دولتهم كما يقولون، كيف يقوض مثل هذه التصريحات حسن النوايا المفترضة لتطبيق هذا الاتفاق في عدن؟ يا سيدي العزيز، إذا كان صرح حبيبنا فيه بهذا الكلام فهذا مع يعني على رعاة هذا الاتفاق أن 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 أن, أن يكون لهم موقف فيه في ذلك، لأن الاتفاق كان واضحا والاتجاه كان واضح وإلى أن والهدف من أجل هذا الاتفاق هو توجيه البوصلة نحو هدف واضح. عندما يأتي تصريحا واضحا كما أشرت إلى أنه مجرد تكتيك فهذا له أبعاد كبيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ابتداء من قيادة في التحالف برئاسة المملكة السعودية وانتهاءا أيضا بأدنى مسؤول لنا في الخارجية أو في الشرعية كحكومة بشكل عام.
نعم. طيب مع الوزير أيضا فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم، يعني إلى متى يستمر التعامل مع الشرعية بهذا النفس، توقيع ثم إطالة وتمديد وتمطيط، بمعنى نحن أمام اتفاق تجاوز عمره 360 يوما العام كاملا، هل من خيارات أمام الشرعية أمام استمراره على هذا الحال؟ هذه يعني هذا النفس الطويل في الشرعية أنا حقيقة في بعض الأحيان يعني قد لا أستوعبه بحدود إمكانياتي وذهني وعقليتي المتواضعة البسيطة، لكن فيما أستطيع قراءته أنه يكلفنا الكثير، إلا إذا كانت هناك رؤية بعيدة لا يطلع عليها إلا الرازقون أو المقربون الذين يديرون في حلقات ضيقة جدا العملية السياسية في اليمن. أما على المستوى البسيط العام فأرى أن هذا التطويل سواء في أي اتفاق من اتفاقات، يا سيدي العزيز يعني سمعنا رواجا وتهليلا وتطويلا عن اتفاق السلم والشراكة، خرجنا بعده مطرودين جميعا من صنعاء، إلى متى؟ نعم يعني يعني تتوقع أن تكون مصير بقية الاتفاقيات على هذا النحو، وخاصة ما يتم الحديث عنه عن اتفاق ربما شامل يروج له المبعوث الأممي مع الميليشيات يقول أنه ينهي الصراع في اليمن؟ أنا أعتقد أنهم يبحثون عن اتفاق ثلاثي ما بين، أعتقد بداية أن هناك ما يدور أو ما يلوح أو ما أشتمه أن هناك ما يعني يتم العمل من أجله لأجل أن يكون هناك اتفاقا حوثيا انتقاليا مع السرعية. وزير المياه والبيئة الأستاذ الدكتور العزي هبة الله شريم، شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير لمشاركتك لنا، شكرا جزيلا لك. وأستكمل حواري مع الصحفي ومراسل أيضا قناة سهيل عبد الحفيظ الحطامي. عبد الحفيظ أهلا وسهلا بك. مساء النور أخي مختار لك ولضيفك الكريم الدكتور هبة الله شريم. مساءك سعيد عبد الحفيظ، ونحن نتحدث عن يعني اتفاقيات ربما أصبحت محل تندر لدى اليمنيين، وخصوصا اتفاق ستوكهولم الذي تجاوز عمره السنة من غير إحداث أي تنفيذ، بل أن هناك أنباء على أن الميليشيات وعن طريق يعني تساهل من قبل ممثلي الأمم المتحدة في الحديدة يحاولون الالتفاف على بعض النقاط، مقدمين مسألة إعادة الانتشار على مسألة تسليم الموانئ والوضع الأمني الداخلي في المدينة. ما التفاصيل لديك حول هذا الاتفاق وتعطيله المتعمد من قبل هذه الميليشيات؟ نعم أخي الكريم، طبعا أصبحت مسلسل المسرحية دراما للأسف الشديد تشرف عليها أجندات دولية، ربما لاحظ المجتمع المحلي والإقليمي زيارة جلسة المندوب المبعوث الأممي لليمن لقيادة الميليشيات في صنعاء قبيل انعقاد اللجنة المشتركة في عرض البحر الأحمر، وبالتالي كنا نتوقع أن تكون تلك الزيارة للضغط على الميليشيات، لكن كالعادة وفي كل مباحثات تجرى في الحديدة فربما تجرى في اليمن مع هذه الميليشيات، يقوم المبعوث الأممي بزيارة الميليشيات وفي الأخير تكون النتائج وخيمة وعكس ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة الشرعية. للأسف الشديد الأربعاء والخميس الماضيين كان يفترض أن يتم التأكيد على الملفات الرئيسية لملف البنود الرئيسية لملف الحديدة، وهو الانسحاب الكلي من الموانئ الثلاث، انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة، السماح للإغاثة الإنسانية المرور من الميناء إلى بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، تسليم خرائط وكشوفات ما يتعلق بالألغاب والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات، ولا يزال رئيس اللجنة المشتركة أبو هجين دوها يعترف بأنه لا يستطيع التحرك داخل مدينة الحديدة وضواحيها في نقاط الانضباط خشية من هذه الألغام، إضافة إلى أن الأمم المتحدة صمتت لا شر الشديد
ولم يصدر حتى أي بيان إدانة لما تم من عمليات منع وصول الإغاثة الإنسانية إلى مركز مديرية الدريري، ومن ثم بعد ذلك ما تم من عملية نهب، ولم تتحدث المتحدة ولا الصليب الأحمر ولا مكتب الغذاء العالمي ولا شيء من ذلك ذكر أبدا مطلقا. وبالتالي في اعتقادي بأن هناك اللوبي الإيراني الذي يقف خلف هذه الميليشيات ويقوم بإبطال أي مفعول لأي اتفاق بهدف طبعا بقاء هذه الميليشيات ورقة في يده للمناورة في المياه الإقليمية الدولية فيما يتعلق بملف النووي الإيراني والمشكلات الإيرانية مع الدول الكبرى. وبالتالي للأسف الشديد تقوم هذه الميليشيات بتنفيذ هذه الأجندة وفق الإرادة الإيرانية، وهذه الميليشيات لا تمتلك ضميرا ولا تمتلك إنسانية ولا تمتلك قرارا وطنيا حتى تستطيع الحكومة الشرعية أن تحاولها. وبالتالي فعلى الحكومة الشرعية أن تحسن أمرها وتضع العالم أمام الأمر الواقع كما هو معروف. الأمم المتحدة تعترف إلا بما هو واقع وتعترف بالأقوى، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تحسن أمرها وهي على بعد 4 إلى 5 كيلومترات من بوابة الميناء، وعلى بعد أمتار من جامعة الحديدة جنوبا، وعلى بعد أيضا مترات من الجهة الغربية حيث تقف الزوارق الحربية التابعة لقوات التحالف. وبالتالي بإمكان الحكومة الشرعية وبدعم قوات التحالف حتى معركة الحديدة في ساعات قليلة لإيقاف هذا النزيف الدموي الذي يستنزف مدينة الحديدة بشكل يومي نتيجة القصف بالمدفعيات الثقيلة إلى الأحياء السكنية نتيجة استمرار التجنيد الإجباري للأطفال والضرب بهم في محارق الجبهات، نتيجة استمرار التجويع سياسة التجويع والإفطار نتيجة عمليات النهب لإيرادات وجمارك وضرائب الحديدة، نتيجة العزل والقتل والاختطاف اليومي، نتيجة المحارق التي تشكلها في العديد من القرى والأرياف والمزارع والطرقات والبري والبعد الحديدة. نعم، الصحفي والناشط ومراسل قناة سهيل عبد الحفيظ الحطامي كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك لنا هذا الحوار. مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم ونكمل حوارنا مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية دكتور عمر ردمان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيوفنا حول موضوع خيارات ويعني الشرعية أمام تأخر أو تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي بين الشرعية والميليشية الحوثية، وأيضا مدى أيضا متابعتها واهتمامها بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الانتقالي. وستكمل هذا الموضوع مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الدكتور عمر ردمان الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور عمر سعد الله مساك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي مختار، أسعد الله مساءكم بالخير. ومساءك بالخير دكتور عمر، سعيدين أنك معنا اليوم لمناقشة هذا الموضوع، ونبدأه أيضا استكمالا لما ذكره ضيوفنا عبر الهاتف نستكمل عن الميليشيات الحوثية. الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت بأنها أدرجت الميليشيات الحوثية على قائمة واحدة مع ميليشيات داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها من الميليشيات التي تمارس الانتهاكات في حق الحريات الفكرية والدينية. ما معنى وما دلالة مثل هذا الحدث؟ نعم أخي الكريم، يعني الذي يجمع ما بين الميليشيا الحوثية وما بين المجلس الانتقالي هو أنه جميعهم مدرجين على قوائم الإرهاب. يعني مثل ما أدرجت أمريكا الميليشيا الحوثية كما تفضلت، أيضا القيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بوريك هو أيضا مدرج على قوائم الإرهاب، وكلاهما يتناغمان في إفشال الاتفاق لأنهما يعلمان الطرفين بأن نجاح الاتفاق ما بين الشرعية وما بين أحد الطرفين هو عائد على الطرف الآخر. يعني بمعنى اتفاق الرياض كان ينص على أنه توحيد الجهود نحو الحل الشامل،
وعلى إنهاء الانقلاب شمالا، وبالتالي فإن الحوثيين يسعون إلى إفشال الاتفاق بالتناغم مع المجلس الانتقالي. كذلك المجلس الانتقالي إذا نجحت اتفاقية ستوكهولم مع الميليشيا الحوثية، فهذا أيضا يوحد جهود الشرعية للعودة أو التفرغ للملف الجنوبي، وبالتالي فنجاح الاتفاقين لا يخدم كل منهما. وطبعا يا أخي ظهر الاتفاق أو ظهر التناغم الكبير ما بين الانتقالي وما بين الحوثيين كطرفين داخليين، وما بين إيران والإمارات كأطراف خارجية على أكثر من صعيد وعلى أكثر من موقف. والدليل على ذلك أنه مؤخرا قام المجلس الانتقالي بضم عمرو علي سالم البيض إلى عضوية هيئة قيادة المجلس، وعمرو علي سالم البيض معروف علاقاته بحزب الله، علاقاته القديمة، والذي يعتبر يعني مقتنع بحزب الله فكرا وسياسة، وهذا يدل على أن هنالك غرفة عمليات تضبط الإيقاع ما بين الانتقالي وما بين الحوثيين وتسعى إلى إضعاف الشرعية. طيب شمالا قلت أن الانتقالي طبعا الانتقالي الجماعات المسلحة حيدروس الزبيدي كقائد لهذا المجلس اليوم ألقى كلمة، ومن خلفه أيضا كانت اللافتة واضحة بأن الهدف كانت اللافتة تنص على أنهم ماضون في تنفيذ فعلي وفعال لاتفاق الرياض. يعني هذه اللافتة تبعث برسائل أنهم ماضون لتنفيذ هذا الاتفاق. نعم، هم منذ توقيعهم الاتفاق منذ اللحظة الأولى وهم يتكلمون على اتفاق على عزمهم على تنفيذ الاتفاق، لكن الذي حدث في الواقع أن عيدروس الزبيدي بعد توقيع الاتفاق بقي خارج اليمن لفترة، ثم زار أبو ظبي، وبعد زيارته لأبو ظبي مباشرة عاد إلى عدن ليتم استقبال يعني ومراسيم كأنه رئيس دولة. بعد عودته إلى عدن الذي حدث بالضبط أن الانتقالي بدأ بممارسة دور الحكومة، وكانت الشرعية تتعامل بمسؤولية مع الاتفاق، لكنها الصمت الشرعية بصورة كاملة تحول الانتقالي إلى ممارسة دور الرئاسة، ثم بعد ذلك تحول إلى ممارسة أدوار السيادة. بدأ الانتقالي في البداية بزيارة المؤسسات في عدن، زار مكتب التربية فضل الجعدي وعيدروس الزبيدي وغيره، كانوا يزورون بعض المكاتب في ظل وجود رئيس الوزراء، يعني بمعنى أنهم كانوا يريدون إيصال رسالة بأننا نحن الحكومة الشرعية ونحن الذي نمارس دور الحكومة في الإشراف على أعمال المكاتب الإدارية. كذلك زاروا مستشفى عدن والإشراف على الترميمات الجارية فيه، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي ممارسة أدوار السيادة. عيدروس الزبيدي ألقى كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، كانت كلمة ترسم ملامح المرحلة القادمة التي كانت تركز على موضوع تقرير المصير بصورة واضحة، ثم وضع إكليل الزهور على ضريح الشهيد، وهذه كلها ممارسات لأدوار الرئاسة حقيقة. بعد ذلك بدأ الانتقالي بشكل عام بممارسة أدوار السيادة من خلال الخطاب الإعلامي الذي يعني ينص على هوية القضية بأن اتفاق الرياض، كان تصريحات واضحة حول اتفاق الرياض بأنه قال فضل الجعدي في مقابلة صحفية، وفضل الجعدي هو عضو الهيئة العليا أو المجلس الأعلى للانتقالي، وأيضا في غياب عيدروس كان قائما بأعمال رئيس المجلس، قال في مقابلة صحفية بأننا تعاملنا مع اتفاق الرياض كضرورة وتحت الضغوط، لكننا سنأخذ منه فقط الاعتراف بنا كمكون خارجي، أما قضية الجنوب فنحن لن نتخلى عنها، لن نتخلى على مطلب تقرير المصير. وبالتالي بقي الانتقالي طوال الفترة الماضية يمارس كل الأعمال التي تؤدي إلى تقرير المصير باستخدام موازنة الدولة والبنك المركزي في ظل وجود رئيس الحكومة معين عبد الملك، الذي كان تواجده في الحقيقة تواجد إيجابي في البداية، لكن
في ظل هذا التعنت من قبل المجلس الانتقالي، في ظل استمراره في بناء المعسكرات لأنه أنشأ لواء خامس في الضالع، أنشأ أيضا عزز وأعاد انتشار الحزام الأمني، أيضا مارس من تعزيزات عسكرية إلى محافظة أبيان، إلى مديرية المحفد، إلى مناطق متعددة. بعد هذا كله وبعد هذه التصريحات الواضحة من قبل قيادة الانتقالي، يفترض أن رئيس الحكومة وخاصة في ظل تواجدي في عدن أن يكون له دور أقوى وأن يكون هنالك تصعيد، لأنه الآن تجاوز 40 يوم منذ توقيع اتفاق الرياض، بينما لم تنفذ إلا مهمة واحدة أو التزام واحد وهو عودة رئيس الحكومة، بينما بقية الالتزامات التي لم يتبقى لها إلا 20 يوم فقط بحسب الاتفاق الرياض والمدة المزمنة فيه، لم ينفذ شيء في من الالتزامات سواء في الجانب السياسي أو الجانب العسكري أو الجانب الأمني، وبالتالي أصبحت الحكومة في حل من أمرها. ينبغي الآن أن تتخذ خطوات جريئة، ينبغي أن تصعد الموقف محليا على الواقع وأيضا على المستوى السياسي سواء مع التحالف أو مع الجانب جامعة الدول العربية مع الهيئات الأممية، ولا ينبغي أن تظل مكتوفة الأيدي إلى أن ينتهي الانتقال من إعداد وترتيبات تقرير المصير، وهو ضارب عرض الحائط باتفاق الرياض وبكافة الالتزامات التي وقع عليها. نعم، وزارة الداخلية اليمنية أشارت عبر وزير الخارجية اليمني أشار بأن خطاب عيدروس اليوم كان تصعيديا، وأن اتفاق الرياض لم يأتي لتغيير شكل الدولة كما يروج لأنصاره، بل أتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها ولتوحيد الصفوف وليس تشطيرها من أجل مواجهة الحوثي. يعني هل كان هذا الخطاب الذي وجه اليوم خطابا تصعيديا، وما الفرق بين الواقع والشعارات؟ نعم أخي الكريم، الملاحظ بأنه الشرعية في اليومين الماضيين بدأت ببعض الإجراءات التي يمكن أننا يعني كمراقبين أو متابعين يعني نعدها بأنها تصعيد، كان أولها قبل هذا التصريح الذي صدر اليوم اجتمع وزير الخارجية بأعضاء أو بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية قبل يومين أو 3 أيام، وهذا يعتبر أيضا تصعيد، خلال أيضا صدر تصريح سابق له بأن اتفاق الرياض مبني على المرجعيات الثلاث ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني التي تنص على وحدة أراضي اليمن في إظهار دولة اتحادية، كذلك الكلمة التي سطرت في افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر وهي الصحيفة الناطقة باسم الجيش، وكان فيها لغة تصعيدية بصورة مباشرة لأدوار المبعوث الأممي غريفيث فيما يتعلق باتفاقية ستوكهولم، وأيضا لأدوار الإمارات بصورة واضحة التي سمتها افتتاحية الصحيفة بأنها دولة الإمارات، وذكرت فيها الافتتاحية ذكرت كثير من النقاط التي هددت فيها الإمارات بأنها ستندم لأنها تعاملت مع الجيش الوطني ومع دولة عريقة مثل اليمن التي تمتلك تاريخ وسيادة وحضور، وستندم على كل الممارسات التي فيها إهانة للجيش الوطني، وصل إلى حد ضرب الطيران لقوات الجيش الوطني. نعم. التصريح اليوم الذي سطر أيضا من وزير الخارجية هو تصريح إيجابي وجيد، ونحن نأمل ألا تظل تصريحات، لابد من تحرك أيضا على الأرض، لابد الآن الشرعية تعاملت بمسؤولية الشرعية دكتور طويلة. عمر صبرت الآن على استفزازات الانتقالي وعلى تحشيد وعلى بنائه ملتزمة التزام كامل، ملتزمة التزام كامل باتفاق الرياض، وتدعو أيضا لتنفيذه من قبل الطرف الآخر، ويعني لحاق المدد الزمنية المتبقية وعدم الذهاب لشكل مشابه لشكل ستوكهولم في عدن في الحديدة، وهي أيضا على تواصل مع الأشقاء في المملكة للضغط على هذه الميليشيات. كان قبل أيام هناك موقف قوي لقائد التحالف في عدن، وأشار بمعنى العبارة أو صريح العبارة بأنه ماضون نحو تنفيذ كل بنود الاتفاق مهما كانت التحديات. البعض رأى من خطاب عيدروس اليوم بأنه جاء
لتطمين أنصاره، خصوصا بعد موجة من الاستقالات التي طالتهم خلال الفترة الماضية، استقال العشرات من أنصار الانتقالي سواء أبناء شبوة أو أبين أو عدن أو الضالع أو غيرها أو حضرموت حتى، وجاء هذا من أجل نوع من الطمأنة أو اللملمة حتى لا يذهب لا ينفرط عقد هذا المجلس. ما تعليقه؟ نعم، أولا ما يخص تصريحات الأشقاء وقائد التحالف في عدن، هو في الحقيقة كان تصريح إيجابي فعلا، لكن نحن لا نريد أن تتكرر تجربة اتفاق استوكهولم الذي كان من المقرر أن يتم إنجازها خلال 3 أشهر، ثم امتد بها الزمن إلى أن تجاوزت العام اليوم. الآن اتفاق الرياض كانت المدد الزمنية أقصى مهمة فيه، كانت المدة الزمنية لتنفيذها كانت 90 يوما، يعني 3 أشهر. اليوم مضى على اتفاق الرياض 40 يوم، يعني ثلثي المدة، تبقى ثلث المدة. لذلك التصريحات وحدها لا تكفي، مع أن هذه المواقف من السعودية تحديدا هي مواقف إيجابية وتدل على رغبتهم في تنفيذ الاتفاق، لكن الحقيقة أن الجهود التي تدعمها الإمارات تحديدا والتي يمارسها الانتقالي هي تستهدف إفشال السعودية بدرجة أساسية في الملف اليمني. ولذلك ينبغي على الأشقاء في السعودية أن يكون تعاملهم مع تنفيذ الاتفاق أكثر حسما. التصريحات هي تصريحات إيجابية لكنها لا تخرج عن دائرة الاستهلاك الإعلامي إذا لم تنعكس عمليا على تطبيق بنود الاتفاق. الشرعية هي تصرح بأنها حريصة على تنفيذ الاتفاق، وهذه تصريح إيجابية، ونحن اليوم ندعوها للتصعيد لتنفيذ الاتفاق. نحن لا ندعو الشرعية اليوم إلى أن تخالف اتفاقية الرياض، لكن تتخذ مواقف قوية وجريئة سواء في المجال السياسي على التصعيد الدبلوماسي أو حتى على التحريك المستوى على الأرض لكي يتم تنفيذ الاتفاق. بالنسبة للمجلس الانتقالي، هو بلا شك شعر بالحرج من بعد أن وقع الاتفاق، لأن هذا جعله في أنظار أنصاره ومؤيديه في الجنوب بأنه تخلى عن القضية الجنوبية، تخلى عن تقرير المصير وتحول إلى نقاش المشاركة في الحكومة والحصول على حقائب وزارية فيها. وهو بلا شك تصريحات الزبيدي اليوم وتصريحات سابقة قبلها هي تصب في هذا الإطار لإعادة ثقة الأنصار المجلس الانتقالي فيه. ولكن الحقيقة أن الممارسات الذي مارسها على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني لا تدل إلا على نية مبيتة لإفشال الاتفاق حقيقة، يعني بمعنى أنه لا يوجه هذا الخطاب لأنصاره بينما لديه نية جادة لتطبيق الاتفاق. هو لا يمتلك النية لتطبيق الاتفاق، والدليل أنه حشد حشود عسكرية وأيضا نشر القوات العسكرية على حدود المحافظات الجنوبية، لم يحشدها فقط باتجاه أبين وإنما نشرها في لحج خلال الأسابيع الماضية، ونشرها في الضالع، وبالتالي وكأنه يهيئ لحماية الحدود، حدود الدولة الجنوبية. وتبقى لديه ثغرة أساسية فيما يتعلق بأبين، ولذلك هو كثف من أنشطة العسكرية في أبين ونشر موضوع العصابات وأيضا الانفلات الأمني الذي تعيشه محافظة عدن وبعض المحافظات التي يسيطر عليها، قطع الطريق ما بين أبين وشبوة، أيضا مواجهة أبناء الشمال على الهوية، حجز المولدات الكهربائية لمدينة عدن ولمدينة أبين في نقطة العلم، كثير من هذه الأعمال، وأيضا طيب. أعمال الاغتيالات التي ارتفعت وتيرتها منذ توقيع الاتفاق خلال اليومين على أنه يتم التهيئة وتهيئة الرأي العام والشعبي للانقلاب على الاتفاق. حدث أن وزارة طبعا الداخلية اليمنية أصدرت بيانا وأيضا تصريحا اتهمت فيه مجاميع مسلحة تتبع الانتقالي، اقتحمت البنك المركزي واقتادت أحد رجالها الذين كانوا يستعدون لترتيب كشوفات منتسبي وزارة الداخلية من أجل تسليم المرتبات لهم، وأن هذه الخطوة كما تالت وحدث وتكررت في اليوم الثاني قالت بأنها تأتي من أجل تعطيل تسليم رواتب منتسبي وزارة الداخلية. طيب، في حين أن إعلام الانتقالي يتحدث عن ضرورة تسليم مرتبات الجنود، هناك محاولة لتعطيل تسليم مرتبات منتسبي الداخلية،
كما قالت وزارة الداخلية، ما الذي تقرأه من وراء هذه الاقتحامات وما الذي أيضا يعكسه الواقع؟ نعم، حدث بالفعل وفق ما تابعنا بأنه تم اعتقال مدير إدارة الموازنة في وزارة الداخلية وهو في البنك المركزي. تحركت قوة مكونة من 20 ضابط بقيادة نائب مدير أمن عدن وألقت القبض عليه لأن حتى تمنع صرف مرتبات الداخلية أو منتسبي الداخلية لأنهم ليسوا محسوبين على الأحزمة الأمنية التي تشرف عليها وتديرها. يعني كان صرف المرتبات هو موجه لمنتسبي الداخلية وهم يعتبرون بأن هذه تتبع الميسري وزارة الداخلية التابعة للشرعية، وبالتالي فهم عندما يتكلمون عن صرف المرتبات فهم يقصدون بذلك صرف الجنود المنضوين تحت ما يسمى بألوية قوات الحماية الرئاسية أو في الأمن عناصر الأحزمة الأمنية التي تشرف عليهم. قبل أيضا قبل أسبوع كانت هنالك يعني أخبار تم تداولها عبر الإعلام بأنهم بدأوا بإنشاء جهاز أمني، جهاز استخباري، بدأوا في الضالع، وطبعا هم يركزون على أنشطتهم قيادة المجلس الانتقالي، يركزون على محافظة الضالع سواء من حيث القيادة أو من حيث توفير الإمكانات وأيضا القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية من الضالع، وهم بذلك يمارسون مناطقية مقيتة متقوقعين على ما يسمى بالقرية، لأنهم حتى فيما الاستقالات التي سبقت للمجلس الانتقالي كانت معظمها احتجاج على ما يمارس الانتقالي من أدوار تدعم التوجهات المناطقية لتمكين أبناء الضالع تحديدا والقيادات المحسوبة على الضالع. وهذا الجهاز الأمني الذي بدأوا ببنائه كان في قيادات من الضالع، وهذا معناه أن نشأة أي جهاز أمني في ظل هذه الأوضاع وفي ظل الدعم الإماراتي الذي يتلقاه الانتقالي على كافة المستويات سيكون جهاز أمن معادي، سيكون جهاز أمن يتبع جهات خارجية، وهذا فيه خيانة وطنية، فيه أيضا التساهل من قبل الشرعية لم يعد مبرر، لأن الانتقالي كما هو واضح بأنه يعمل على إقامة دولة المستقلة على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإداري وعلى كافة المستويات. طيب بالجهة المقابلة يعني قد يبدو اتفاق الرياض أيضا يعني تحت رعاية من المملكة العربية السعودية وجهود تبذل من أجل استكمال تنفيذه، ويعني من المبكر الحكم إصدار الأحكام عليه، إلا أن اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه في عدن في ستوكهولم حول الحديدة مضى منه العام ودخلنا في العام الثاني، وهناك تعثر واضح واستفادة كبيرة للميليشيات الحوثية. وهنا السؤال، خيارات الحكومة الشرعية والشرعية بشكل عام أمام هذا الاتفاق المتعثر وإن كان برعاية أممية؟ نعم، الحقيقة أن اتفاق ستوكهولم أصبح أيضا متعثرا، وأصبحت الحكومة اليوم لم يعد أمامها إلا خيارات التصعيد، لأنه تمت إتاحة الفرصة للمبعوث الأممي وتمت إتاحة الفرصة للجان التي تم تشكيلها لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وقد يعني استنفذت وقتها الكامل، ولم يعد هنالك من مبرر إلا دعم الميليشيات ويعني استمرار وتخويف أيضا المجتمع الدولي بالمأساة الإنسانية، بينما في الحقيقة أن كلفة إطالة الوقت في التنفيذ هو يؤدي إلى مآسي إنسانية أكبر، مآسي متراكمة، بينما لو تم التنفيذ كانت المأساة الإنسانية قد انتهت بانتهاء الانقلاب الذي صنعها. وبالتالي الحكومة اليوم أمامها مرحلة ينبغي أن تواجهها بكل حزم، ينبغي أن تصعد، ينبغي اليوم فيما يخص اتفاق ستوكهولم وكذلك اتفاقية الرياض ينبغي أن تجتمع بسفراء الدول دائمة العضوية وتعرض عليهم موقفها التصعيدي الذي إما وواصلوا مساعيهم وضغطهم على الميليشيات المتمردة وعلى الانقلابين في الشمال وفي الجنوب على أن ينقاد للإرادة الدولية وللقرارات الدولية، أو أن يتركوا المجال للحكومة الشرعية
بأن تفرض تنفيذ الاتفاقيات بدعم دولي وبدعم من التحالف قبل أن يستشري هذه المعضلة في اليمن وتنعكس مضارها على الجيران وعلى المنطقة وعلى الأمن والاستقرار في العالم. دكتور عمر، أعود إلى النقطة التي بدأت تحديثي معك حولها، وهي إدراج الأمم المتحدة الميليشيات الحوثية مع داعش والقاعدة وبوكو حرام في قائمة واحدة. يعني ماذا يقول الواقع حول يعني الانتهاكات التي تمارسها كل مثلها كل من هذه المجاميع الطائفية المسلحة الخارجة عن إطار الدولة؟ نعم، هنالك يعني هذه أو الجماعات الإرهابية وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، سواء منها عناصر تتبع الانتقالي أو عناصر في الجماعة الحوثية وأيضا الجماعة الحوثية برمتها. هذا في الحقيقة هو موقف ينبغي على الشرعية بأن تستثمر هذا الموضوع، لكن الطرف المستفيد، وأنا يعني تفسيري أنا لهذا الموضوع بأن الطرف الوحيد المستفيد من هذا الموضوع بكل صراحة هي الإمارات، لأن الإمارات هي أعلنت بأنها سوف تخرج من اليمن وستنسحب من الملف ولن تبقى إلا ستعيد انتشارها لمكافحة الجماعات الإرهابية. وبالتالي الآن يعني التركيز الآن على ملف الإرهاب في اليمن هو يوجد مبرر للإمارات لبقائها، والإمارات هي تنفذ أيضا أجندات جهات خارجية ودولية، وهي بذلك يعني لا يوجد لها مبرر لبقائها إلا إذا كان هنالك وجود للجماعات الإرهابية. ولذلك هي تسعى أيضا، لأن بينها تقارب ما بين الإمارات وما بين المجلس الانتقالي وعبر إيران أيضا الذي زارت القيادة الإمارية مؤخرا أو القيادة الإماراتية، هي الآن تصف الشرعية بأنها إرهاب وتصف كل من في اليمن بأنه إرهابي، وهذا كله حتى تضمن بقائها لتضمن مصالحها المباشرة في تعطيل الموانئ اليمنية وأيضا لتحقق مصالح الجهات الدولية. يعني ترى دكتور عمر أن هذا الإدراج لن يغير من الواقع شيء، الإدراج الأمم الولايات المتحدة الميليشيات الحوثية في هذه القائمة لا يغير من الواقع شيء؟ كان أبو العباس مدرج في القائمة من قبل فترة، وهذا لم يغير شيء في مستوى المعركة في تعز، وأيضا هاني بن بوريك هو مدرج من فترة طويلة، كذلك كثير من القيادات كانت معلنة، وبالتالي هذه ورقة الإرهاب ليست سوى يعني ورقة للمناورة، لكن مثل هذه الإعلانات هي تمثل فرصة أيضا أمام الشرعية للضغط على التحالف العربي بقيادة السعودية لحسم المعركة في اليمن قبل أن تتمانى أو تتنامى الجماعات الإرهابية الحقيقية ويصاب بشررها الجميع. طيب، ما اكتوى به المواطنون في صنعاء في هذه الفترة وفي الفترات السابقة من عمليات ميليشاوية إرهابية للميليشيات الحوثية، سواء فكريا أو عقائديا أو حتى بمجرد الاختلاف في الرأي؟ هناك الآلاف يرزح في السجون نظرا لهذا التطرف الحوثي. هذه هي المأساة الإنسانية التي للأسف لم يلتفت إليها المبعوث الأممي غريفيث. هذه هي المأساة التي يمارسها الحوثي على مدار 24 ساعة بحق السكان في المناطق التي يسيطر عليها بالقهر والقوة، والتي لا يوجد فيها صوت لا لمنظمة دولية ولا لإعلام محايد ولا لشيء. بينما يعني هذا الانقلاب أو الجماعة الحوثية هي السبب الأساسي في صنع كل هذه المآسي التي تحدث في المناطق التي تسيطر عليها أو حتى في إطار المناطق التي لا تسيطر عليها، والتي هي تعتبر امتداد لما جرى في العام 2014 من انقلاب، ثم ما جرى بعدها من عرقلة لكافة جهود التسوية وكافة جهود السلام التي تبذلها عدة جهات وعلى رأسها أيضا تدعمها الحكومة الشرعية. هذا من شأنه أن يطيل أمد المأساة. المأساة التي تحدث في صنعاء اليوم وفي المناطق التابعة لسيطرة الميليشيا الحوثية هي فوق أن يتصورها إنسان. التقارير الحقوقية التي تصدر كل يوم عن التعذيب الذي يجري في السجون وعن مساطرة الحريات وعن الحكم يعني بالقهر والقوة والترغيب ومحاولة نشر الفكر
واستخدام مقدرات الدولة ومؤسساتها والوظيفة العامة لنشر الفكر الحوثي المتطرف الضيق، الفكر الإيراني، هذا كله يعني للأسف أنه لا يلقى اهتمام من قبل المبعوث الأممي، لا يلقى اهتمام من قبل المنظمات الدولية، وكلما طال الأمد للجماعة الحوثية كلما استمروا في هذه المحاضرة. دكتور عمر ردمان الأكاديمي والباحث السياسي، وصلنا معك إلى الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج، شاكرين مشاركتك لنا حول هذا الموضوع وكل ما أدليت به. شكرا جزيلا دكتور عمر ردمان الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لضيوفي الذين كانوا معي في حلقة اليوم من خلف الهاتف، والتحية موصولة دائما لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، نلقاكم في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء.